السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم اليوم في استكمالا لوحدة الشغل والطاقة والقدرة أنا طبعا خدنا أو تناولنا فيما سبق عرفنا الشغل فيزيائيا والشغل رياضيا وخدنا المعادلة المهمة جدا دي ودي عبارة عن العلاقة العامة اللي بتربط بين الشغل والورك والقوة والإزعام طبعا من العلاقة دي نلاحظ أن القوة لا تبذل شغلا متى؟ إذا لم يحدث إزاحة ما فيش إزاحة في الجسم في هذه الحالة الشغل بيساوي زيرو وهنا لابد أن نشير أن مفهوم الشغل في الفيزياء يختلف عن مفهوم الشغل في حياتنا اليومية الطالب اللي بيحمل كتبه في يده الثابتة مثلا إلى جانبه ولا يتحرك من مكانه لا يبذل أي شغل رغم شعوره بالتعب بعد فترة زمنية ما أنت شايل كتاب أو شايل جسم والجسم ولكن انت قاعد في مكانك ما تحركتش، في هذه الحالة فيزيائيا أنت لم تبذل شغلا، ولكن برغم من إحساسك بالتعب أنك أنت بتشعر بالتعب لأنك أنت طبعا بتشيل هذا الجسم أو تحمل هذا الجسم. طبعا إحنا اليوم استكمال للموضوع ده إحنا هناخد الشغل في شغل موجب وقلنا لما يكون إتجاه الإزاحة في نفس إتجاه القوة الشغل السالب لما يكون اتجاه القوة عكس اتجاه الإزاحة. طبعا هنا القوة المنتظمة في اتجاه الحركة أهو واحد بيدفع سيارة تمام وتحركت السيارة مسافة إس في هذه الحالة بذل شغل ما دام في إزاحة يبقى في شغل. The work in this case is given by this equation. The بيساوي حاصل ضرب القوة في الإزاحة. طب قوة منتظمة بتعمل زاوية مع اتجاه الحركة يعني الحالة السابقة القوة في نفس اتجاه الازاحه. لكن لما تكون القوة بتعمل زاوية مع اتجاه الحركة زي الحالات الموجودة عندنا دي تمام؟ في حالة A وحالة B. آدي قوة القوة دي بتعمل القوة بتعمل زاوية تمام؟ أهي. القوة دي بنحللها إلى مركبتين اف كوزين واف سين أهي. آدي الإف سين. الإف سين سيتها متزنة مع الوزن إلى أسفل. فالمحصلة زيرو، يبقى المهم عندنا الإف كوزاين، يبقى الشغل في هذه الحالة عبارة عن حاصل ضرب القوة، مقدار القوة، في مقدار الإزاحة، في جيب تمام الزاوية بينهم. طبعًا لو 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 لاحظنا هنا إن الإزاحة يرمز لها بأكثر من رمز، وده شيء طبيعي، يعني بعض الكتب ترمز ترمز يعني ترمز للإزاحة برمز إس، وكتاب آخر يرمز للإزاحة برمز إكس، وكتاب آخر يرمز للإزاحة برمز دي. فده كل شيء طبيعي وده ودي اشياء كلها صحيحه بالتالي استخدام مفهوم الشغل سوف يساعدنا في التعامل مع الحركه عندما تكون القوه ايه غير منتظمه لان الامر هنا اكثر صعوبه لو حاولنا نستخدم قوانين نيوتن عشان نوجد الكميات الفيزيائيه المختلفه زي الازاحه زي السرعه زي التسارع لا هتبقى الامر صعب لان القوه غير منتظمه وبالتالي التسارع غير منتظم لكن احنا لو استخدمنا مفهوم الشغل هذا مفهوم الشغل هنا هيساعدنا ان احنا نتعامل مع الحركه لما تكون القوه غير منتظمه عشان نوضح ذلك دعنا نفترض ان قوه منتظمه مقدارها 10 نيوتن تؤثر على جسمي اللي يتحرك مسافه من اكس اي للانيشال بوزيشن اللي هي عباره عن الموضع الابتدائي الى الفاينل بوزيشن الموضع النهائي يبقى الجسم ده تحرك مسافه من 5 متر ل 25 متر ويبقى الازاحه كام الازاحه 20 متر اهي عشان نمثل ذلك بيانيا نرسم محور القوة ومحور الإزاحة كما بالشكل ادي شكل اهو جسم الجسم ده انتقل من خمسة إلى عشرة الورك في هذه الحالة بيساوي عشرة في عشرين يعني ميتين جول والجول ده عبارة عن وحدة الشغل الجول ده عبارة عن ايه؟ لأن القوة بالنيوتن حاصل ضرب النيوتن والإزاحة بالمتر نيوتن في المتر عبارة عن جول نسبة العالم الفيزيائي المشهور جول تمام هنا عبارة عن الشغل عبارة عن إيه؟ المساحة تحت المنحنى أهي أدي المساحة دي كلها المخططة عندنا دي عبارة عن الشغل يبقى المساحة تحت المنحنى وعبارة عن مستطيل لأن طبعا الطول أكبر من العرض في هذه الحالة أن القوة على المحور الصادي الإزاحة على المحور السيني القوة عشرة نيوتن عشرة الإزاحة عشرين يبقى ده مستطيل فبالتالي مساحة عبارة عن الطول في العرض يعني عشرة في عشرين بمتين اللي هو الشغل متين جول لما تكون القوة متغيرة اللي بيحصل بقى خلال الإزاحة في هذه الحالة احنا بنأخذ في هذه الحالة احنا بنأخذ إزاحة صغيرة مقدارها دلتا اكس وبالتالي القوة المؤثرة على هذه الإزاحة بتكون منتظمة والشغل المبذول بيكون كالآتي أهو أنا خدت عشان أحسب لما يكون القوة عندي متغيرة، هي قوة متغيرة، أنا رسمتها أدي الإف وأدي الإكس، القوة متغيرة شايفين في تغير في القوة، على طول إيه؟ على طول مسار حركة الجسم، هناخد إحنا جزء عنصر صغير جدا 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 من الإزاحة مقداره دلتا إكس، وبالتالي الشغل الناتج عن هذه الإزاحة الصغيرة مقداره دلتا دبليو، يبقى الشغل عبارة عن قوة في دلتا إكس. عشان نوجد الشغل الكلي نعمل تكامل لأن التكامل عكس التفاضل دلتا إكس ده معناها يعني مشتق تغير التكامل إن احنا نجمع الجزء ده أهو دلتا, دلتا دبليو دلتا دبليو دلتا وهكذا لغاية النهاية دلتا دبليو نجمعهم مع بعض الجمع ده معناه تكامل معناه إحنا بنكامل من خ... منين من إكس آي اللي هي دي لغاية الإكس إف اللي هي دي يبقى من إكس آي اللي هي انيشال بوزيشن للفاينل بوزيشن وده عباره عن ايه عباره عن المساحه تحت المنحنى يديني الشغل يعتبر الزنبرك الاسبرنج تطبيقا عمليا لمين للشغل الناتج عن قوه متغيره ما الازاحه طبعا القوه في هذه الحاله في حاله الزنبرك تعطى بقانون هوك هوكس لو طبعا هنا القانون بتاع هوك اهو الاف اس بيساوي ماينص كي في الاكس ليه بقى لان في قانون هوك القوه المؤثره تتناسب تناسبا طرديا مع الإزاحة وقانون هوك يطبق على الأجسام المرنة وقانون هوك باختصار لو أنا عندي زنبرك كده وده في كتلة الكتلة دي أنا تعتبر كأنها وزن وزن يعني قوة أنا لما زود هذه القوة يعني الكتلة زودت الكتلة يعني زودت القوة تتناسب تزداد الاستطالة وبالتالي القوة تتناسب مع الاستطاله طب العلامه السالب ليه لان العلامه السالبه دي عباره عن الجسم المرن لما انا ارفع الكتله يعني ازلت القوه بيستعيد شكله الاصلي يعني بيرجع الى طوله الاصلي طب وإيه اللي بيخلي الجسم يرجع لشكله الاصلي انك هناك قوه ناشئه من داخل الجسم تعيد الجسم هذه اتجاه القوه اللي من داخل الجسم تعيد الجسم الى حالته الاصليه وهذه القوه هي عكس الازاحه وبالتالي هناك اشاره سالب وبالتالي ادي قانون هوك قانون هوك بيقول ان القوه تساوي ماينس كيل وك هو سابت الزنبرك او معامل هوك والاشاره السالب تدل على ان قوه شد الزنبرك في عكس اتجاه الازاحه اكس طبعا احنا يعني في الحقيقه يعني لازم ان نضع في اعتبارنا انه ليس للزنبرك قوه شد ولكن القوة هذه القوة تسمى إيه؟ تسمى بسموها قوة سموها الريستورينج فورس الريستورينج فورس يعني القوة المرجعة يعني هي القوة التي تعيد الزنبورك إلى وضعه الأصلي بمجرد زوال المؤثر الخارجي آدي أنا عندي الزنبورك بتاعي كده الزنبورك ده آدي البداية الإكس بيساوي زيرو أثرت بقوة حصل استطالة إكس ماكسيمم تمام بفعل هذه الكتلة الورك في هذه الحاله بواسطه الزنبرك عباره عن عباره عن اهو دبليو اس يعني زنبرك بيساوي دبليو ماينس اكس ام اقصى قيمه لما تقول مين للصفر يعني لما تكون زائد اكس دبليو لما تكون الاكس ام الزي بتقول الاكس ام في هذه الحاله بيساوي صفر يبقى الشغل المبذول لتحريك جسم بواسطه قوه الزنبرك من اكس اي اللي هي الانيشال بوزيشن اللي هي ماينس اكس ام الى اكس اف لما طبعا عشان يستعيد جسمه الاصلي شكله الاصلي هيساوي الشغل المبذول لتحريك الجسم بواسطه قوه الزنبور من اكس اي بيساوي صفر الى اكس اف بيساوي اكس ماكسيمم ولكن بالسالب ولكن ايه بالسالب طبعا الورك ده بواسطه اكسترنال يعني شغل مبذول بواسطه مؤثر خارجي لتحريك الجسم انا عندي اكس اف بيساوي إكس إم وإكس أي بيساوي زيرو في هذه الحالة لما أنا أعمل عملية تكامل يديني نص كي إكس تربيع نص هنا التربيع آسف هنا هذا مطبعي تمام يبقى إكس جاي من فين؟ جاي إن إحنا كملنا لأن أنا عندي الإف الدبليو بيساوي الدبليو بيساوي بيساوي الإف في الإكس الإف في مين؟ في الإكس طيب والاف بيساوي طبقا لقانون هوك هوك خدناها قبل كده من شويه. الاف اس بس بيساوي بس كي في اكس. كيف مين؟ في اكس. تمام؟ لما اعمل عمليه تكامل لما اخذ انا عنصر صغير من هذه القوه تمام؟ يديني في هذه الحاله عمليه تكامل تديني نص كي اكس تربيع. ده عباره عن شغل بواسطه ايه؟ شكرا لكم ونلتقي في المره القادمه باذن الله.